تشارك مملكة البحرين في معرض السياحة والسفر العالمي المقام في العاصمة البريطانية لندن ويستمر لمدة 3 أيام. نعم أماني، الجناح البحريني بالمعرض شهد إقبالا جماهيريا مميزا فيما قامت المنظمات والشركات السياحية البحرينية المشاركة بعرض منتجاتها السياحية المميزة والتي تجعل من مملكة البحرين قبلة سياحية فريدة. المزيد في تقرير مراسلنا من لندن. تشارك مملكة البحرين في معرض السياحة والسفر والذي بدأت فعالياته في العاصمة البريطانية لندن وتستمر لمدة 3 أيام. تأتي مشاركة هيئة البحرين السياحة والمعارض في معرض السفر الدولي في لندن من أجل زيادة عدد الاستثمار السياحي وطبعا زيادة عدد الزوار إلى مملكة البحرين، ويوفر لنا هذا المعرض فرصة مثالية للتعاون والتواصل مع المعنيين في قطاع السفر والسياحة مثل وكلاء السفر الدوليين من المدن المستهدفة. يشارك معنا اليوم الناقلة الوطنية طيران الخليج وطبعا عدد من الفنادق والوكلاء السفر المحليين. المشاركة البحرينية تبدو استثنائية هذا العام، حيث تعرض عددا من المبادرات السياحية النوعية من خلال مشاركة عشرات الهيئات والشركات السياحية في المملكة. طبعا احنا نحرص من خلال شركة بسق بحرين للمشاركة السنوية في معرض السياحة والسفر في بريطانيا، وذلك للترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية. وخلال المعرض احنا طبعا نجتمع مع شركات اللي ترسل الأفواج السياحية إلى المملكة، ونسوي معاهم الاتفاقيات اللي من خلالها لما يجوا الأفواج إلى البحرين راح نوفر لهم المواصلات والخدمات، الفنادق والرحلات السياحية في المملكة. وشهد الجناح البحريني زيارة وزير السياحة السعودي سعادة السيد أحمد الخطيب، حيث استقبله الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وناقش الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المملكتين الشقيقتين كوجهة سياحية موحدة على مستوى عالمي. احنا طبعا السنة مثل كل سنة شاركنا مع هيئة السياحة في المعارض، نشارك معهم في كل المعارض اللي تصير، بس السنة كان اشتياقنا اكثر لان بعد انقطاع 3 سنوات بسبب كورونا. السنة الماضية كان اونلاين وما كان يعني في حركة، السنة الحمد لله نشوف في حركة اكثر، ومتأملين ان النتائج تكون افضل من السنوات اللي قبل. طبعا 2023 جاتنا بنتائج افضل لحد الان من 3 سنوات اللي طافت، ونتمنى ان مع بداية 24 تكون النتائج رجعت لما قبل الكورونا واحسن. مجموعة فنادق الخليج وخاصة فندق خليج البحرين مشارك في WTM المعرض الدولي للسياحة، اقبال جيد بالنسبة لليوم الاول، ونطلع الايام الاخرى ان شاء الله الاقبال اكثر من هذه. مجموعة فنادق الخليج طبعا قاعدة تتوسع حاليا طبعا في البحرين وفي دبي وفي زنجبار. وزار الجناح البحريني المئات من رواد المعرض، فيما أثنى أغلب الزوار على الخدمات السياحية المميزة التي تقدمها المملكة، ما يجعلها وجهة سياحية فريدة. مشاركة بحرينية مميزة في معرض السفر والسياحة بلندن هذا العام، وسط حفاوة كبيرة من رواد المعرض الذين أبدوا تطلعهم لزيارة المملكة في أقرب وقت. محسن حسني، تلفزيون مملكة البحرين، لندن.